guys, شلونكم؟ Welcome back to my channel. اليوم راح اشوف لكم هدوم وصلتني من Voga Closet, فراح اسوي لكم try on haul or styling هيجي شيء. خلي نبلش already. اول قطعة هو هذا البنطلون, رهمته ويا هذا الهاي نيك اللي عندي اياه. البنطلون صاير عريض ويجي ويا هذا الحزام, كلش حبيته. خلي اروح البس لكم الجاكيت اللي حبيت اراهمه ويا هاي اللبسه, هم اشتريته من Voga Closet. هاي هي الليذر جاكيت اللي اخذتها, طبعا هي ناستي جيرل, اوكي, والسايز مال هذا 4 يو اس. طبعا اللي احبه Voga Closet انه عندهم مولتيبل براندز, عندهم بوهو, عندهم بريتي ليتل ثينجز, عندهم ناستي جيرل, كوما اشياء, بس هذول المواقع اللي انا دائما متعوده اشتري من عندهم. هاي هي الجاكيت, حبيتها لان اتس اوفر سايز وهيجي كبيره, واذا اريد اسويها تايت اقدر اشدها هيجي على الخصر. وطبعا انا ويا الاحزمه دائما دائما اضطر اشدهم بهاي الطريقه, تطلع حلوه هيجي. هاي هي الجاكيت, طبعا اكو اوتفيتس ما تجي على قياسي, فخليها تبارك اختي تلبسهم. خلي اشوف لكم شنو الاوتفيتس, طبعا كرهتها من اخذتهم بس رايده اني البسهم, صراحه كلش حلوين. خلي اشوف لكم اياهم. ترارارا هيان هتوته, هذا طبعا تو بيس, اتس ا لونج اوتفيت. هذا الشيرت مالته وهذا البانس, يوصل هاي ويستد بانس وطوال, يعني كلش مريح صح؟ أنا ملابسه حلوة بس كلش مريح. I love it بس مو مع الوينتر, يعني لازم يكون الجو شوية على حار لأن كلش خفيف, بس كلش حبيته. I like it, so cute on you. Thank you أختي. You're welcome. وهذا أصور الأوتفيت من بوهو, بس ما أجي على قياسي, شوية عريض البنطلون, بس الشيرت كان شوية قياسي بس البنطلون كان عريض. فإتس نايس كليته يقعد سوا. خلي اني اروح اجرب لكم الاوتفيت الثاني وارجع لكم. اوكي جايز, وطلبت من عندهم بايكر شورتس, طبعا هاي البايكر شورتس اعشقهم. ليش؟ يجي طبقتين, فاتس نوت سي ثرو, يسموهم سلينكي. السلينكي تكون ابد مو سي ثرو وضابه على الجسم. هذا القياس شويه كنت حابه يكون اضاب, بس هذا القياس الوحيد اللي كان موجود. يمكن اي نيد تو جو ا ليتل بيت سمولر, بس الفيتنج مالته كلش حبيته. وحبيت البسه ويا قبعه ثانيه هم اخذتها من Voga Closet, طبعا كل شيء من Voga Closet guys. I don't know why I keep repeating this guys. وهذا الدرس, شيرت دريس يسمى, اتس لايك ا ميليتري ستايل, يعني صار بيه باكيتس وهيجي اشياء, يعني يجي ويا حزام حتى يكون على الخصر ويبرز الخصر اكثر. وحبيت اراهمه ويا هذا البايكر شورتس بصراحه كلش حلو يطلع. جايز طبعا هسه احنا بكندا واخواني فيناتهم قاعدين هنا ساكتين, وصار لي يمكن 3 اشهر ما شايفه اختي, هسه يلا شفتها يومين وخلاص, اليوم هو اليوم الاخير. That's it, راح تروح بعد الميديكال سكول وهم ما اشوفها لحد ورا شهر شهرين. شو رايكم بيه؟ طبعا تجي منه باكيتس, هاي منه اكو باكيت, هذا اكو زيبر وهم باكيتس ثانيه, هنا هم تجي باكيتس, واحد بي زيبر واحد ما بي زيبر. طبعا I have to steam it, بس كان باللجج مالتي. اقدر البسه بالشتاء, بس الشتاء مال تكساس مو الشتاء مال كندا. اقدر البسه بالشتاء هذا. طبعا اكثر الاوتفيتس اللي انا ماخذتها اقدر البسها بتكساس 24 ساعه, بس اكيد مو بالاماكن البارده. شو رايكم جايز؟ انا كلش حبيته. كلش حلو صح؟ حلو يا هذا البايكر الاسود. يراد لاوتي, I have to fix it. بس كلش حبيت الفيتنج مالته وقياسه كلش زين عليهم. وجايز طبعا اكو شيرت هم كنت طالبته من Voga Closet وهم اجى شويه قياسه كبير عليه, بس على تبارك قعد بيرفكت. هذا التي شيرت الثاني او الشيرت اي جس البوتن اب شيرت, وكلش فخين هذا طبعا, بس هماتين تقريبا لازم تحطون فوقها جاكيت. كلش حبيته بس اجى عريض علي, يعني الفتحه مالته شويه كبيره, فاني رادي قياس اصغر, بس هي الفتحه مالتها عليها كلش بيرفكت. والردانات مالته تقرب, يخلي يشوفون الردانات. الردانات مالته هيجي صايره بها فتحه, تشوفون كلش حلوه. اني ام سوري عيني. هذا هو الشيرت. كلش حبيت اصور هذا ناستي جاو,
ثانك يو توتي. جربت لي هاي القطع اللي ما اجتني على قياسي. بعد عندي اوتفيت واحد هم اخذته من عندهم خلي اروح البسه، هي هاي القطعه الاخيره اللي اخذتها من عندهم. اكيد يراد للستيمينج، اوكي 100% يراد للستيمينج، بس اي لاف ذس لان اني ما البس بصراحه اوفرولز اول ذا تايم، وحابه انه كوربريت سم اوف ذا اوفرولز، يعني هسه مودتهم بصراحه صايره الاوفرولز، فحبيت اجرب هذا، كلش حبيته. وحطيت ويا هذا الحزام على الخصر، شويه عريض بس انا حابه الفيتنج مالته شويه عريض، بس يراد للستيمينج اكيد لازم اضربه اوتي ستيمر هيجي شيء، وهم يجي طويل. واكيد طبعا راح البسه with chunky tennis shoes or Dr. Martin boots، كلش حبيته. تجي منه بردانات وبيها هاي الدقم، طبعا كلية سحاب، كلش سهل باللبس، كلش سهل بالنزع. و that's it guys، هذا هو اخر outfit. اللي عنده اي اسئله اي تعاليق عن Vogue Closet راح اكتب كل شيء بالكومنت سكشن، وطبعا يدزون للعراق، يدزون العمان، يدزون الدول الخليج، واكو الدفع عند التوصيل، يعني تقدرون تطلبون الاشياء مالتكم وما تدفعون فلوسها لحد ما توصل الاشياء الباب بيتكم، which is something صدق حلو، يعني متاكدين انه الاشياء راح توصلكم يلا تدفعون الفلوس. اللي حب هذا الفيديو ثانك يو سو ماتش، سووا لي thumbs up، واللي بعد ما نسوي subscribe سووا subscribe. طبعا شوية صعدت الكاميرا لأن يعني كل شوية منصية. That's it guys، خلص الفيديو اليوم، أنا أحبكم كلش هواية وأشوفكم على المرة الجاية. باي.